السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ماسك رائع وجميل جدا، ماسك بعشبة المورينجا. العشبة دي اسمها عشبة المورينجا، بنتعرف عليها عشبة المورينجا دي وعلى موطنها الاصلي. موطنها الاصلي هو الهند، وانتشرت كتير قوي في قارة اسيا وقارة اوروبا باسماء عديدة. اسمها طبعا فجل الجيل، الجبل الريفي، الشجرة المعجزة، شجرة البن، شجرة الطبل، البان الزيتي، شجرة الحب. شجرة جميلة جدا، وطبعا فيها يجي 300 واكتر من ايه، من العلاجات والشفاء. منها ان هي كمان يعني ليها فضل كبير في تبييض البشرة وشد التجاعيد، وكمان فيها معادن وحديد وفيتامينات للبشرة، بتقوي البشرة، وفيها الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم، وبتحتوي شجرة المورينجا على الباتوكرين. كمان فيها مضاد للأكسدة ونضارة البشرة، وليها خصائص كتيرة جدا. كمان بتخفف حدة التهاب البشرة، لو في بشرة ملتهبة، احنا في الشتاء طبعا بشرتنا بتتعب وبتبقى فيها التهابات وكده. عشبة المورينجا ممتازة جدا، احتوائها على فيتامين اي وفيتامين سي، التهاب الجروح وحب الشباب. وكمان الزيت بتاعها، زيت المورينجا مرطب للشفايف، بتدي الشفايف لمعة، لمعة وردي كده. كمان بتأجل علامات الشيخوخة، يعني ما بيبقاش فيه كرمشة في الوش، ولا بتبيض البشرة، ليها تفاعل كتير قوي في تبييض البشرة. كمان بتزيل الخلايا الميتة والبقع الداكنة، ومضادة للبكتيريا والرؤوس السوداء، يعني بتفرز إنتاج الكولاجين في البشرة، بتشد البشرة، ممتازة جدا. هنشوف هنعمل ايه النهاردة بالعشبة دي. بس أوعدكم إن في يوم تاني هنعمل الزيت بتاع المورينجا. النهاردة معانا المورينجا المطحونة، عشبة المورينجا المطحونة، طحناها كويس قوي اهي كده زي البودر. كمان معانا الكيوي او الافوكاتو، يعني اللي عنده كيوي يحط واللي عنده افوكاتو يحط، يعني دي او دي بتنفع لل اهو الكيوي طبعا مغسول ونضيف. وعندنا ماء ورد، وعندنا عسل النحل، وعندنا لبن بودر. كل ده هنخلطها عليه على عشبة المورينجا. هنهرس كده الكيوي، هنهرسه كويس، وناخد عليه معلقة من عشبة المورينجا، معلقتين حتى كمان، يبقى أفيد وتقعد معاكي شوية. كمان احسن شيء ان احنا نعمل العشبة ديت عند النوم. العشبة دي ممتازة جدا جدا جدا، يعني افيد يمكن اكتر حاجة ان انا عملتها هو عشبة المورينجا. ماسك عشبة المورينجا ده رائع جدا، ان شاء الله هعمل لكم زيت المورينجا قريب بإذن الله. احنا طبعا الوصفات دي كلها بنعملها علشان بشرتنا، عشان لو في البشرة الحساسة، البشرة الجافة، البشرة الدهنية، عشبة المورينجا دي بتكون مفيدة لها على يعني كل انواع البشرة. هنحط معلقة عسل ومعلقة لبن بودر، عليها اللبن مرطب
للبشرة وبيديها نعومة. كمان العسل، معلقة عسل كده عليها. عايزين نحط ماء ورد، معلقة برضو صغيرة كده عليها، منكترش. ماء الورد برضو بيرطب، او الليمون، بس اللي عنده حساسية طبعا ما يحطش ليمون، لان الليمون بيزود حساسية البشرة وبيعمل لها التهاب. احنا ممكن من يعني ما نستخدمهاش اول ما نعملها كده، نسيبها شوية نغطي عليها كده وبعدين نستخدمها. هنستخدمها ديت يعني مش عايزة اقول لكم، لو كل يوم استخدمتيها ان شاء الله هتدعولي بشرة جميلة ونضرة وما فيهاش اي بقع داكنة، ما فيهاش كلف، ما فيهاش اي يعني، بشرة صافية زي بشرة الاطفال كده، زي بشرة البيبيهات. احنا طبعا هنحطها حوالي نص ساعة على بشرتنا وبعدين نغسل البشرة، بس مستحبة ان هي تتحط قبل النوم. دي ماسك جميل جدا ورائع يا جماعة، عشبة المورينجا دي صدقوا بالله انا فضلت ادور عليها لما جبتها علشان اعمل بيها الصدفية، اعمل بيها فيديو الصدفية، لانها اصلا مفيدة جدا للصدفية، وانا عاملة الفيديو ده جميل جدا جميل جدا. ويا رب يا رب كده يعني الناس اللي تستخدمه ربنا يشفيها يا رب، لان الصدفية دي احنا كان عندنا الصدفية والحمد لله ربنا شفاها يا رب كده، وما يجعلها تاني ترجع لها الحمد لله. استخدموا الخلطة دي، خلطة ممتازة جدا على بشرة نظيفة، على بشرة مغسولة. وبعد ما نستخدمها، بعد ما نستخدم الوصفة دي الماسك ده على البشرة نص ساعة، نغسل طبعا البشرة وننظفها كويس وندهنها، ندهن الماسك نص ساعة ان شاء الله يجيب نتيجة جميلة جدا ومفيدة. واللي اول مرة يشوف قناة ناني محمد يعمل لي اشتراك في القناة ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في الوصفة الجاية.